تجديد عقود الإيجار والتراخيص البلدية وإباحات البناء مع خدمة تصاريح وحجز مواقف المركبات باقة من البرامج الإلكترونية التي يقدمها تطبيق الهواتف الذكية لبلدية مسقط تسهيلاً على الجمهور للوصول إلى الخدمات بشكل ميسر وتفاعلي. فكرة التطبيق أنه يتيح المستخدم أن يسجل يتابع المعلومات اللي تطرحها البلدية بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. كذلك في خدمات تفاعلية، من ضمن الخدمات التفاعلية أنه بإمكان الشخص يتيح له أنه يسجل بلاغ أو يتابع البلاغ عن طريق الأبليكيشن. يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التنمية الرقمية ويعزز جهود الاستراتيجية الوطنية لتحول الحكومة الإلكترونية. وأهم ما يميز هذا التطبيق الارتقاء بحس الانتماء من المستفيدين مع البلدية، أيضا تعزيز مبدأ الشراكة بين البلدية وقطاعات العمل الحكومي والخاص. ومن خلال التطبيق الجديد الذي ستضاف إليه خدمات إلكترونية حديثة كل 6 أشهر، يمكن للمستفيد أيضا دفع مخالفات المركبات والتواصل مع مركز اتصالات مسقط، إلى جانب التقدم للوظائف الشاغرة وغيرها من الخدمات التقنية الجديدة التي تعزز قطاع العمل البلدي بالمدينة. أهم ما يميز التطبيق هو توفير لوحة تحكم لكل مستخدم مسجل بالتصديق الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة. هذه اللوحة تسمح له بمتابعة جميع معاملاته وتعطيه المؤشرات التي تسمح له باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. تطبيق الهواتف الذكية بلدية وسيلتك نحو حياة ذكية، من شأنه تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والكلفة والجهد على المستفيدين، والاستفادة من تمكين الترابط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية وتعزيز المشاريع الإلكترونية، حرصاً على تطبيق الاستراتيجية الوطنية نحو خطة التحول الرقمي في مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور. خدمات إلكترونية جديدة تضاف إلى سلسلة التطبيقات التقنية الأخرى بهدف الارتقاء بالعمل البلدي. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.